دعينا يعني هناك من قال أو الإطار يقول إن هذا التعديل ينظم أمورا تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين ولا يلغي القانون النافذ. كيف قرأت هذا التصريح؟ لا يلغي القانون النافذ، أوكي، على فرض أنه أكو نص هنا شي يقول، وعند حصول الخلاف بين الزوجين بشأن المذهب الذي جرى إبرام عقد الزواج وفقا لأحكامه، يعد العقد قد أبرم وفقا لمذهب الزوج. شنو يعني؟ يعني معناتها هنا إحنا حطينا الرجل هو الوالي، فسواء ألغى وجود هذا القانون أو لم يلغي، ما بي أي ما أكو أي ثقل للموضوع، لأنه هنا بما أنه أنا أعطيت الأولوية للرجل، فخلص شنو اللي راح يسويه الرجل؟ راح يمشي. قرر الرجل أنه يكون المذهب جعفري، إذا تزوجته ما من حقها تقول أنا أريد القانون الموجود حاليا، مع أنه القانون الموجود حاليا هو أيضا بمشاكل، أنه المرأة ما من حقها حق الطلاق لأن هي ناقصة عقل. إحنا أصلا عندنا مشاكل ضمن القانون الموجود حاليا، ونحتاج تعديل ليعترف بأنه المرأة كائن كامل الآهلية. إحنا مو نجيب المذهب السني والمذهب الشيعي ندخلهن اثنينهن بمدونات ما مكتوبة، هاي المدونات فارغة، بس يردون نوقع أنه يلا إحنا موافقين على مدونة مذهبية ما نعرف تفاصيلها، ويقولون أنه هو لا يلغي القانون الحالي. أين سيذهب الدور القضائي سيدة الربيعي فيما يخص عقود الزواج؟ وما الآلية التي سيتم ضبط هذه العقود فيها؟ أم أن الأمر سيحدث يعني كما قيل انفلات في القانون؟ هو احنا هنا عندنا نقطة جدا مهمة، انه مثل النائب مصطفى سند اللي مصرح البارحة يقول انه القانون الجديد سيحل من مشاكل الطلاق، سيقلل اعداد الطلاق. زي احنا لو نشوف الشهر الماضي نسب الطلاق وصلت 6000 حالة طلاق، 2000 داخل المحكمة، 4000 حالة طلاق خارجي عند رجال الدين. يعني انا اجي ابوع على احصائيات الطلاق هنا راح اشوف انه السبب الرئيسي بانهيار مؤسسة الزواج وبارتفاع نسب الطلاق هو الطلاق الخارجي اللي يصير بيد رجال الدين. أنا أجي أشرع قانون أعطي رجال الدين سلطة بعد سلطتهم الحالية؟ هو حاليا القانون ما لا يسمح بالتطليق والتزويج خارج المحكمة، لكن رجال الدين ديسبوه والقاضي مضطر إلى تأكيد الطلاق والزواج، يعني عقود الطلاق وعقود الزواج حسب رأي القاضي إنه هذا لضمان حقوق المرأة. زين تخيل وياي انه انا راح الغي فقره القاضي بالتمام بالقانون، راح الغي وجود القاضي واقول انه السلطه راح تكون كامله 100% عند رجل الدين، وما من حق احد انه يحاسبه. حسب هنا الماده 2 يلغى نص الفقره 5 من الماده 10 من القانون، يلغى اللي هي هاي النص الماده اللي تقول يعاقب اي شخص يعقد زواج خارج المحكمة. هم دا يريدون حتى هذا النص يلغوه ويجعلون رجل الدين قادر على عقود الزواج الطلاق بدون سلطة وبدون، بمعنى أننا سنشهد تزايد كبير في حالات الطلاق، وبالإضافة إلى حالات الطلاق اللي راح تزيد. ماكو أي شيء يلزم الرجل، لأنه الرجل بالعادة يخاف من خسارة أطفاله إذا خاف أصلاً. بهذا التعديل راح يسمحوا له للطلاق بدون موافقة زوجته، بدون القاضي، بدون الباحث الاجتماعي، ويحصل على أطفاله اللي متجاوزين لعمر 7 سنوات بالقانون. نعم. شنو الفتش اللي راح يلزم الرجل هناك؟